هاد البلايصه هادي ديال الالعاب، بارك ديال الاطفال اللي بغى يجي يحط وليداتو هنايا. فضاء خاص بالأطفال هنايا. يلا سيري سيري تعاليسي. تعاليسي. ربحوا كادوات هدايا. انا بالنسبه لي بالباتيناج هنايا خاص بالباتيناج. خاصي بالباتيناج هنايا تلعبي فيه.
يعني فضاء كبير. اليوم مع نفس المدارس ما كاينش زحام، والويكاند في السبت تيكونوا في العطل تيكون زحام. انا دابا مع الناس تدخل مدرستي كلشي يدخل، يعني ما تيكونش عامر تيكون خاوي. داكشي علاش هكايا عرفنا ندورو عرفنا نصورو براحتنا، هما راه ما نقدروش كاع نصورو، ما نقدروش نصورو مع الزحام. هذا مكان، هذا الفضاء ديال الفضاء ديال الاطفال، هو هذا ديال الالعاب. بالنسبه لبي هادو، بالنسبه للبنات الناس لا بيتقداو ولا بيديروا شي حاجه في المول خايفين على وليداتهم، كيجيو يحطوهم هنايا هاد البلاصه هادي وتيمشيو يتقداو وما تيبقاو تيكون عندهم الوقت، يعني كيعرفوا الوقت باش غيصيروا باش يجيو ليهم. والفوق كاين التران كيدوزنا هاد البلاصه هادي، كيدور دويره كامله. هاهويا هاهويا غادي التران ولا القطار تضرب دويره في هاد المول، تمشي كاع من داك الاتجاهات اللي هي تضرب الدورة وترجع من هاد البلاصة ديال اليمين. وهاديك مازال خدامة، باقي خدامة هاديك ديال الخلعة. هاو جاي عضو ديالو جاي. واو صافي فين بزاف. هذا مكان، هذا هو المول، موروكو مول، في كل شيء. كاينين شي حدين ما خدامينش بحال هادو، ما خدامينش، ما كاينش، مازال حتى حد ما طلبهم دابا. وكاينين بزاف، يعني حنت كي قلت لكم غير خاوي مع المدرسه، اما في الويكاند كيكون هنا عامر بزاف، تيكون عامر بزاف. هذا الشيء اللي كاين. وهذا الشيء اللي كان، هذا هو كان موروكو مول.
في هذا الدوران بس نافينيت شوية دايش صافي حنا سالينا خايجين ضغط ولا على برا هذه لا فونتين راقصة ولكن ساكتة اليوم حتى الليل عاد كيتشعل هكا هذيك كدير الرقص في الماء كتكون واحد الديكور ديالها زوين بزاف اللي كتكون مخدمينها مشغلينها وهذا وبالنسبه هنايا اللي بيجي الوليدات ويدورهم في هادو هذه بيسيكليت هذا ديال الطاقه شي تريتا تريتا تاع بالمكبس على ديكور منظر زوين رائع ولكن مازال ما خدمناش هذيك اللعبه كتخرج منها الماء هذيك سميتو تنين الصيني كيقول لي تنين الصيني ما هو تعبان ما هو تنين الصيني ما كتخرج منها الماء نفس الغروب وهذه هي النافورة الراقصة كترقص يعني بطريقة زوينة ولكن دابا وكيكون فيها واحد الأضواء واحد الجو مع داك الأضواء كتكون زوينة وكيكون دايرين فيها موسيقى ولكن دابا حنا في وسط النهار يعني ماشي في وسط النهار هذه الساعة تقريبا 6 ونص هكاياك ولا معرفش شحال الساعة دابا المهم ما باينش هذوك الأنوار كتكون بالليل كيتشعلوا بالليل المهم انا غادي ننزل واحد المقطع ديالها بالليل كيفاش كتكون الشكل ديالها كيفاش كيكون هذا الشيء ما كان نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ونخليكم مع اجواء الزوينه ديال النافوره الراقصه او لافونتين اللي كترقص وكنقول لكم دائما شكرا دام ليكم تشجيعاتكم ليا شكرا التعليقات الزوينين وإلى فيديو واحد آخر نتمنى لكم السلام عليكم وكملوا المشاهدة مع النافورة